أستاذ حرب، كيف قرأت هذه المبادرة وكيف برأيك تفهمها الفصائل والسلطة الفلسطينية؟ مساء الخير إلى كل الأستاذ. مساء الخير، حياك الله. أولا هذه المبادرة هي مبادرة هامة، ولا يمكن حتى أي نقاش فيها لا يمكن أو انتقادها لا يمكن الانتقاص منها ومن النوايا الحسنة التي تقف وراء هذه المبادرة، وفيها من الشخصيات الوطنية المشهود لها أو الشخصيات العامة المشهود لها بالوطنية، والتي هي فاعلة على أرض الواقع في أطر مجتمعية مختلفة وسياسية أيضا. هذه المبادرة فيها جوانب متعددة، ولا نختلف في ظني حول تشخيصها للواقع، حيث أن النظام يتجه بسقوط متسارع إلى نظام استبدادي خلال السنوات الأخيرة، وهنا غياب للانتخابات وانتقاص في شرعية النظام السياسي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، الذي لا يعتمد على الانتخاب ولا يرجع إلى الشعب الفلسطيني لممارسة الحكم، هذا لا خلاف عليه. لكن الاختلاف في ظني هو في مسألة أنه تذهب هذه الوثيقة للتغيير، التي تفتقد عمليا لآليات التغيير، فهي لا تمتلك القدرة على الثورة باعتبارها أداة تغيير، أو الاحتجاجات الشعبية باعتبارها أداة تغيير، أو الانقلاب العسكري باعتباره أيضا أداة تغيير سريع للواقع المعاش وإحداث نقلة نوعية فيه. الأمر الآخر الحديث عن إعادة البناء، أي يقتضي الهدم، وهذا سيجعل من السلطة الفلسطينية أو من الأطراف الرئيسية في الحكم الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لديه معارضة واسعة لمثل هكذا مبادرة، وبالتالي هذا يعني امتناع قطاع واسع من الانضمام إلى هذه المبادرة التي تبغى وتريد هدم ما هو موجود وإعادة بناء أو بناء جديد بإحداث تغيير للواقع الحالي. وبالتالي ما ينتقص هذه المبادرة هي قدرتها على إحداث التغيير ذاته الذي تطالب به. الأمر الثاني هو إنشاء هيئة الإنقاذ، هي انتقالية لفتح حوار وبناء شراكة، وهاتان الأمران جربا على مدار السنوات الماضية منذ عام 2005 إلى اليوم ولم تنشأ شراكة. هذه الوثيقة تدعو الأطراف السياسية التقليدية الأساسية، منها حركتي فتح وحماس، بالتالي هاتان الحركتان اللتان ستمانعان بشكل رئيسي باعتبارهما صاحبا الانقسام وما ترتب عليه من تراجع وانتباعات سياسية واجتماعية وتراجع للقضية الفلسطينية، وتدعو الأطراف الثانوية اللي هي الأحزاب والفصائل الأخرى، وهي لم تستطع على مدار 15 عاما الأخيرة أي منذ الانقسام إلى اليوم أن تكون طرفا لديه القدرة على الضغط على أطراف الانقسام، أو أنه يكون قادر على الضغط لتغيير وإحداث إصلاح جوهري وجدي في نظام الحكم سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وبالتالي كما أن هذه الأحزاب الفصائل الأخرى لم تستطع تحريك الشارع باتجاه تغيير أو الضغط على الأطراف الفلسطينية الرئيسية، لذلك كان في ودي أن تكون الجملة الرئيسية في هذا البيان أو في هذه المبادرة هو الإصلاح الجوهري في النظام السياسي، حتى نستطيع تقريب وجهات النظر، حتى نستطيع استمالة الفصائل الرئيسية والأساسية للحوار، لأننا نقول أو هذه المبادرة تقول أن أساسها هو الحوار والشراكة ومن ثم الذهاب للانتخابات وفقا لإجراءات متفق عليها. وبالتالي هذه المبادرة تحمل في طياتها عدم القدرة على الحراك في اتجاه التغيير المنشود وفقا لهذه المبادرة.